صار أقدر على مهارات اللغة كلما ثقته بنفسه زادت، وبنفس الوقت نمت قدراته العقلية وتحسن تفكيره. لذلك يوم اللي طفل من أطفالنا يطلب تعلم اللغة علينا أن نعلمه إياها. ولما نجي نستعرض، طالما احنا في بصدد اللغة، لما نجي نستعرض عدد الأميين في العالم، الحقيقة الأرقام مو بس ضخمة، أرقام مفجعة. وأحيانا نسمع وسنرى بعد شوية أنه في دول أبدا ما كنا نتوقع أن يكون بها كل هذا الكم من الأميين. البلد الوحيد في الدنيا اللي ما فيه أميين على الإطلاق هو اليابان. الصين فيها 230 مليون أمي، عشان كده العمالة فيها رخيصة، يعني هذا واحد من الأسباب. فرنسا فيها 3 ملايين أمي، أمريكا فيها ما بين 15 إلى 40 مليون أمي، في بريطانيا 15% من الشباب اللي أعمارهم بين 15 سنة و21 سنة أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون. في ألمانيا في 4 ملايين أمي، في البوسنة 6% من الأطفال ما يروحوا مدارس. سويسرا اللي هي سويسرا فيها 800 ألف كهل، فيهم 365 ألف مولودين في سويسرا، هؤلاء أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. في العالم الآن ما يزيد عن 1 مليار شخص أمي. منظمة اليونسكو تقول بهذا الصدد أنه من كل 5 ذكور في واحد أمي، ومن كل 3 إناث في واحدة أمية. في 75 مليون طفل في العالم ما يروحوا مدارس، وفي 115 مليون طفل في أنحاء العالم بينهم 90 مليون أنثى لم يصلوا إلى أي تعليم بالمدارس الابتدائية. طبعا هذه الأرقام ربما يعني توحي بالعزاء لبعض الناس، لكن ما نفرح كثيرا، لأن الأرقام المجردة ما لها معنى. دائما تأخذ الأرقام بالنسبة المئوية، كم هذا الرقم يمثل من أصل العدد الكلي أو الإجمالي للسكان. المؤسف أنه في البلاد العربية 30% من سكان العالم العربي أميون، ولذلك يقال عندنا أكبر تجمع للأمية في العالم. عدد الأميين في العالم العربي ما بين 70 إلى 100 مليون. المشكلة أنه النسبة الكبرى من هؤلاء الأميين اللي هي ما بين 60 إلى 75% إناث، والباقي من الذكور. عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم العربي حتى عام
يهربوا ويتسربوا من المدارس قبل يعني ما يكملوا السنة الأولى من تواجدهم. الخبراء يتوقعون أن العالم العربي لن يستطيع أن يمحو أمية أفراده قبل عام 2050، يعني لسه قدامنا مشوار. هذه الأرقام كانت قبل هذه الحروب والمآسي التي يخوضها أو يعيشها العالم العربي الآن. والمؤسف أن عدد الأميين متجمع في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 45، وهذه الفئة كل ما لها إلا ازدياد، لأن هذه الفئة المنتجة تبحث عن لقمة العيش، وبالتالي لا تبغى مدرسة ولا ما يحزن. لو استعرضنا عدد الأميين في العالم العربي من 70 إلى تقريبا يمكن قبل حوالي 3 أو 4 سنوات بدأت الإحصائية ب 50 مليون نسمة عام 1970. في عام 1990 يعني بعد 20 سنة زاد الرقم ليصل إلى 61 مليون نسمة. في عام 2008 أظن 2008 بلغ العدد حوالي 75، قبل حوالي سنة أو سنة ونصف وصل العدد إلى حوالي 100 مليون. هذه الأرقام بلا شك أنها صادمة، لكن الإشكالية الضخمة فين؟ دول أميين أنقياء إذا جاز التعبير، لا يعرفوا يقروا ولا يعرفوا يكتبوا. الإشكالية فين؟ الإشكالية عند من حصل على التعليم، وهذا الأخطر. حصل على التعليم، يعرف يقرأ ويعرف يكتب، ولكنه يكتفي بقراءة الجريدة أو المجلة أو دليل الهاتف ويتوقف. أنا هنا أتمنى أن يعني أؤكد على الجزئية، قراءة الكتاب ليس شرطا أن تكون الكتاب المطبوع الورقي. الآن في شيء اسمه الكتاب الإلكتروني، المهم أن يقرأ. طيب يقول قائل، طب ما يعني ايش العيب في اني انا اقرا الصحف؟ ما في عيب، ما في عيب. قراءه الصحف والمجلات قضيه مهمه، فيها الكثير من المعلومات والاخبار، ولكن حصر القراءه بها ما هو سليم لعدة اعتبارات. انه هذه المعلومات الموجودة في الجرائد والمجلات تتقادم، بمعنى انها تصبح قديمة، والدراسات تقول انه الصحيفة كل يوم تصبح قديمة بنسبة 10%، يعني بعد 10 أيام الأخبار اللي موجودة في الصحيفة صارت بايتة. المجلة تتقدم بنسبة 10% كل أسبوع. الكتاب يتقدم بنسبة 10% كل سنة. فإذا لابد لي
أن الشعب الذي لا يقرأ لن يستطيع معرفة نفسه ولا معرفة غيره. وبدون القراءة قد يكرر هذا الشعب جهود عقيمة أو تجارب فاشلة قام بها غيره. رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا بدأت بإقرأ، لكن مو بس إقرأ، إقرأ وربك الأكرم، بمعنى أن القراءة والكلام اقترنوا. هذا يعني أن تراجع دور المسلمين إذا ما بحثنا في التاريخ سنجد أنه تراجع ارتبط بتراجع القراءة. يوم اللي عزف بدأت الشعوب المسلمة تعزف عن القراءة، كل ما لها كرامتها لهذه الشعوب صارت تتراجع. الآن معيار المكان اليوم ينحصر في عدد العناوين المطبوعة. بلد صغير مثل اليابان كل سنة إلى عهد قريب تقريبا كان متوسط عدد العناوين 35 ألف عنوان. طبعا من كل عنوان أحيانا ممكن يطبع مئات الألوف أو الملايين. كتاب واحد في أمريكا اسمه The Power، القوة، انطبع أول طبعة منه انطبع 50 مليون نسخة في أمريكا لوحدها. أمة تقرأ. ولذلك الذين يقرؤون ربي عز وجل يعطيهم الكرامة في الدنيا، في الآخرة لها معاييرها الأخرى، ولكن في الدنيا الأمة. طبعا الحديث عن الماضي سهل، واحنا لنا ماضي مشرق وجميل الحقيقه، لكن العزف على وتر الماضي يصبح نوع من المرضيه اذا لم يقترن بواقع تبدو فيه الكرامه من خلال الشهود الحضاري في كل مواقع الحياه. وأمل يعني أن يسمحوا لي أبناء الطلبة بهمستين في آذانهم. الهمسة الأولى ما قاله عليه الصلاة والسلام: اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، ارتفع، تحسن، اصعد. نعم القراءة ترفع مكانة صاحبها عاليا، وكلما ارتفع الفرد منا صارت نظرته للأحداث نظرة أكثر هدوءا. تبغوا تتأكدوا من هذا، ليصعد أي منا على سطح عمارة في شارع مزدحم، هل نحس بالازدحام؟ اطلاقا الناس تدافع، وهذا يضرب كتفه بكتف الثاني، وهذا يتوقف بسبب الزحمة، وانت جالس فوق الطالع تناظر. هذا الذي يصيب بالقارئ. القراءة من وجه آخر تمثل وسيلة العلم الأساسية، هذا العلم الذي لا يمكن أن يجتمع مع قلق معطل ومؤلم. شأنه في ذلك شأن نور الشمس. عمركم شفتوا
الشمس نورها طالع وبجنبها في ظلام، ما عمره يحصل هذا. النور يقترب والظلام يتلاشى ويبتعد. لذلك دعوني أضرب لكم يعني مثل ربما يوضح المسألة أكثر. لو كان في طفلين وكل طفل له يعني أمه، الأولاني أمه طبيبة والثاني أمه إنسان عادي ما عندها خبرة طبية، وكلاهما مرض، مين تتوقع اللي حيقلق ويضطرب، الطبيبة ولا الإنسان العادي؟ أنا متأكد أن الطبيبة ستكون هادية لأنها تعرف أن ما بعد المرض أو أن سير المرض سيكون من المرحلة الفلانية للفلانية الفلانية، طالما أنا أعطيت الدواء فإذا بمشيئة الله سوف يكون التحسن بعد كذا من الوقت. الأحنف بن قيس له كلمة في غاية الجمال والروعة بهذا الصدد، يقول إن القراءة هي الطريق والحفاظ على العز، ويقول أيضا إن كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يصير. وعلي بن طالب يشبه القراءة بالوعاء فيقول إن القراءة هي الوعاء الوحيد الذي يتسع بما فيه ولا يضيق كما تضيق باقي الأواني. ويعني البعض ينقل عنه هذا القول: لسانك ترجمان عقلك وكتابك أبلغ ما ينطق عنك، وكل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. هذه الهمسة الأولى، اقرأ وارقى. الهمسة الثانية: من لا يتقدم لن يبقى على حاله، سوف يتراجع لسبب وجيه. احنا بشر مخلوقات تنسى، فيا اما عندي معلومات ونميها من خلال زيادة القراءة، ونميها من زيادة الممارسة، أو إنه هذه المعلومات إذا بقيت كما هي سوف يبدأ النسيان يعني إزاحة بعضها. فإذا سألني أحدهم لماذا تقرأ، جوابي: كي أكون إنسانا ذو كرامة. القراء نستطيع أن نقسمهم إلى عدة أقسام. القسم الأول اللي هم الأميون الأنقياء، أما الأقسام التالية اللي حأذكرها لكم فهم الأميون الجدد. عندي قراء ديكور تدخل على بيوتهم تحصل مكتبات ضخمة جدا، لكن وفيها مجلدات حمراء وزرقاء وخضراء. أنا أعرف شخص دفع مبلغ كبير من المال لأحد الأشخاص وقال له املأ لي المكتبة بمجلدات بغض النظر عن النوع.
الناضجين هم الذين يستحقون الاحترام لأنهم يمتلكون مهارات القراءة يستعملونها أيضا ويستعملون ما يقرؤونه بشكل رائع. الناس الوحيدين يتفوق عليهم هم القراء النقاد. وفي ملحوظة هنا ينبغي أن نؤكد عليها، أن تحصين أبنائنا من الآثار السلبية لهذا السيل العارم من الأفكار لن يقوم بالحجر عليهم. يعني أيام الحجر والأسوار العالية أعتقد أنها قد انتهت وصعب أن تعود مرة أخرى. الطريقة الوحيدة لتحصين أبنائنا هو القراءة الناقدة. القراءة الناقدة هي التي يعني تعطي للقارئ الحصانة وتبعد عن أن يكون قارئا ببغائيا يردد ما يقرأه فقط ما هو عارف فين الصح وفين الخطأ ولا يقدر يصدر حكم على ما يقرأ. هذه الإشكالية الآن نراها عند يعني شريحة من الشباب ناعق، ما يعني يصدر أحكامه بطريقة لا تستند إلى منطق ولا إلى عقل، سواء كانت الأحكام على الأشخاص ولا على الأفكار ولا على الاتجاهات ولا على الأحداث. ما عنده تلك العقلية الناقدة لأنه لم يدرب عليها لا في بيت ولا في مدرسة. يبقى سؤال الآن، كيف نحب القراءة؟ وهذه يعني مسألة أحيانا أو هذا السؤال يمثل مسألة تواجهني من خلال لقاءاتي مع العديد من الناس. كيف نصنع جيل من الأطفال أو من الأبناء يحبون القراءة؟ باختصار شديد لازم إحنا أنفسنا نكون قدوة، وبالتالي في القراءة اليومية ولو لمدة 10 دقائق لازم تكون أساس في سلوكي أمام أبنائي. رقم 2، لازم نعمل مكتبة لأطفالنا في غرفتهم. رقم 3، ينبغي أن نختار الكتب التي تجذبهم مو تجذبنا نحن. وفي البداية ينبغي أن تكون الكتب بألوان زاهية وجميلة لأن هم يهمهم الشكل، لسه المضمون ما وصلوا إلى مرحلة استيعابه. بعدين لما نختار الكتب لا نختار الكتب الهشة، اختاروا كتب أغلفتها مثل هذا الغلاف، غلاف قاسي متين مهما حصل يبقى يعني قادر على تحمل إساءة الأطفال إليه من خلال عفاشتهم في التعامل مع الكتاب. ثم بعد ذلك عدم السماح للطفل باستخدام الكتاب بطريقة تسيء إليه، لا يحط عليه ساندويتش ولا كاسة عصير ولا كاسة موية ولا إحنا كمان نحط ونحط التبسي فوق حق الشاهي والقهوة، هذا إهانة للكتاب. ينبغي أن يكون الكتاب في نظر أبنائنا له مكانة وله احترام وله تعامل.
اجعلها واجب يومي. كم هو جميل، كم هي رائعة تلك الأم التي تعود أطفالها على قراءة قبل النوم، بحيث يصير عند الطفل رغبة، ماما ما قريتي لي قصة اليوم قبل النوم. نضيف إلى هذا كله، دعونا نتعلم القراءة السريعة ونعلمها لأبنائنا. ليه لما نلتقي في سهرة ما يكون جزء منها الحديث عن كتاب قرأ أحدنا، أو كل واحد مننا ماذا قرأ هذا الأسبوع؟ خليه يعطينا ملخص. كم هو جميل ورائع لو أن هذه عادة صارت في بيوتنا. لا شك أن معارض الكتب والتشجيع عليها والاحتفاء بها والحديث عنها في وسائل الإعلام أيضا تعطي للكتاب قيمة ودور. هذه النقاط جميعا لا الحقيقة لا تصبح ذات قيمة ما لم تتحول إلى سلوك حقيقي في البيت. أنا حقول لكم على حاجة واحدة، تعرفوا أنه البني آدم مننا بالمتوسط يستطيع أن يقرأ في الدقيقة الواحدة 300 كلمة. يعني معنى ذلك أنه يقدر يقرأ 15 صفحة في 10 دقائق. لو كل يوم خصصنا 10 دقائق، هل تعلموا أننا في كل أسبوع يمكن أن نقرأ كتاب متوسط الحجم؟ إذن في آخر العام الحد الأدنى من الكتب التي يمكن أن نقرأها لا يمكن تقل عن 20 كتاب، من صغير إلى متوسط إلى كبير. بالله عليكم لو احنا نفذنا هذه الخطة من يوم ما أخذنا الثانوية إلى يومنا ذا، كم كتاب منكم قرأنا؟ بلاش الثانوية، من يوم ما أخذنا الدرجة الجامعية إلى الآن، كم كتاب منكم قرأنا؟ أرجع مرة ثانية عشان لا يعتب علي البعض، مش شرط أني أنا أكون ماسك الكتاب، الكتاب الآن صار على الآيفون وعلى الجالكسي وعلى الآيباد وعلى يعني وسائل قراءة الكتب الإلكترونية عد ونسو. بلاش كده، الآن في شيء اسمه الكتاب المسموع، اللي ما يبغى يقرأ يسمع على الأقل، لكن أن نبقى معانا درجات علمية ونحن لا نقرأ أكثر من الصحيفة أو المجلة، فهذه مشكلة ومشكلة حضارية ضخمة وستكون عامل معيق لتقدمنا قولا واحدا. عموما